ما ترددش النادي الرياضي الصفاقسي في حد باش يستغلها، نرفزة شوية في صفوف مستقبل المرسى. سليم المحرزي تشنجت أعصابه شوية مع مراقب الخطوط. مراقب الخطوط يستنجد بالحكم الأول، والحكم الأول يعطي إنذار لسليم المحرزي، لفت نظر عفوا. إذن الباهي وائل مهمته ولات حرجة توا، نشوفوا فيه إذن شفنا ان إذن نعتذر عن هذا الانقطاع المؤقت، ونستعد لمعايشة دور نهائي لكأس الكرة الطائرة في بداية شوطه الثالث. يستأنف اللعب و شفنا كيفاش وصل مستقبل المرسى في حقيقة الأمر 14-14 في نهاية الشوط الثاني. كان بإمكانه باش يغير وجه الشوط الثاني لما وصلت النتيجة، وعمل هاك الرجعة القوية هذيك بعد فارق قوي كبير، وصل باش عدل النتيجة في مستوى 14-14، لكن فرط في كرة سهلة، فرط في ضربة إرسال سهلة، ثم في كرة ثانية رجعها بسهولة كهدية للنادي الرياضي الصفاقسي اللي ما ترددش ولو لحظة في استغلالها وتحويلها إلى نقطة كانت كافية باش تمكنوا من الحصول على الشوط الثاني، وهكا الأسبقية بشوطين في بداية الدور النهائي. إذن 1-0 مع الشوط الثالث، والإرسال لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. إرسال من جديد لصالح مستقبل المرسى حاتم التجوري. إذا ما صارش تغيير في التشكيلتين، نفس زوز فرق اعتمدوا على نفس التشكيلتين. نذكركم وأن مستقبل النادي الرياضي الصفاقسي نلقاوه عبد العزيز بن عبد الله، حاتم بن عميرة، غازي المهيري، خلف كسكاس، آدم النايلي، ومحمد صرصار، بينما مستقبل المرسى نلقاو فيه حاتم التجوري، سليم المحرزي، رؤوف شنوفي، محمد الوزير وكريم المناعي وأحمد الوزير كتشكيلتين أساسيتين.
3-0 لصالح النادي الرياضي السلافسي في بداية الشوط الثالث. يتنفذ الإرسال عن طريق عبد العزيز بن عبد الله، جميلة من أحمد المحرزي شقيق سليم المحرزي، استقبال من بن عميرة، آدم النايلي، رؤوف الشنوفي، كورته متعدة ما تجاوزت الشبكة من جميع النواحي. جماهيريا فالإقبال إقبال كبير كبير، ما بقتش أماكن شاغرة في قصر الرياضة بالمنزه. رياضيا أيضا ناجح إلى الآن، فالعرض في مستوى طيب، في مستوى يعكس بحق قيمة التشكيلتين، ويدل على أن الكرة الطائرة التونسية مهما يكون من أمر فإنها ولو أنها تمر في بعض الأحيان على المستوى المحلي بفترات ركود، فإنها في المواقف الحاسمة تلقى نفسها على غرار الفرصة هذه. اللي يهمنا أكثر هو أن مثلا لياقة ومستوى العناصر الأساسية، العناصر الدولية نشوفوها فإنها في مستوى طيب. روف شنوفي، سليم المحرزي، عبد العزيز بن عبد الله، محمد صرصار، خالد كسكاس، غازي المهيري، حاتم بن عميرة، هشام بن عميرة عفوا، كلهم هذم لاعبين، محمد القليبي، كلهم لاعبين نلقى راهو فيهم الان في مستوى طيب. ونعرفوا ان الفريق القومي باش يدخل ابتداء من يوم الاحد غدوه في تربص، وباش يشرع في استعداداته في المرحله النهائيه نتاع استعداداته لالعاب سيول الاولمبيه. اذا 5-3 بعد ما كانت النتيجه 5-0 والارسال لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. عبد العزيز بن عبد الله باش ينفذ الارسال، هذا امامنا يتنفذ الارسال. احمد المحرزي، عبد العزيز بن عبد الله من المناطق الخلفيه كورته ما تتجاوزش الشبكه. احمد المحرزي في الارسال لصالح مستقبل المرسى. ادم النايلي قام بدور كبير، ادم النايلي، هشام بن عميره قاموا بدور كبير في الدور النهائي هذايا، دور ما يقلش بطولة على الدور اللي قاعد يقوم به عبد العزيز بن عبد الله، غازي المهيري، وخالد كسكاس موزع الفريق يعرف كيفاش يوزع عليهم الأدوار، فعنده قسط خالد كسكاس في تغيير. عبد السلام اللجمي، عبد السلام اللجمي ياخذ مكان غازي المهيري في المركز رقم 6 في الدفاع الخلفي. اذا عبد السلام اللجمي يدخل في صفوف النادي الرياضي الصفاقسي. سليم المحرز يفك الارسال لصالح مستقبل المرسى اللي باش ينفذه كريم المناعي. يتنفذ الارسال، عبد العزيز بن عبد الله في الاستقبال، و هشام بن عميره يغطس الكره في مناطق مستقبل المرسى. ادم النايلي في الارسال لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، والنتيجه دائما 5-3 لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. حاتم التاجوري كورته ترجع، سليم المحرزي في حوار مع عبد العزيز بن عبد الله وموه عليه، خلى له كورته خرجت لبرا من الميدان، ما وقعش احتسابه. اذا الارسال لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، ارسال مباشره عن طريق ادم النايلي. 7-3 لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. يتنفذ الارسال من جديد، روف شنوفي، سليم المحرزي فوق جدار الصد، فوق جدار الصد نتاع هشام بن عميره. احمد محمد الوزير ينفذ الارسال لصالح مستقبل المرسى، اجتياز خط الوسط من طرف محمد صرصار،
الكرة تعود إلى مستقبل مرسى النقطة الرابعة 4-7. محمد الوزير يرسل، محمد صرصار يجاوب، وعبد العزيز بن عبد الله من الجانب من جانب الشبكة، سليم المحرزي، روف شنوفي، لا كرة روف شنوفي ما أحسنش استغلالها، محمد صرصار، روف شنوفي استخف بكرة كان من المفروض أنه باش يعديها لأحد مهاجميه في الخطوط الأمامية، لكنه خير يراوغ بها، لكن ما تعدتش، كانت سهلة. يتنفذ الإرسال لصالح النادي الرياضي صفاقسي عن طريق محمد صرصار. سليم المحرزي في الإرسال لصالح مستقبل مرسى 4-7 في الشوط الثالث. نذكركم أن نادي الرياضي صفاقسي متقدم بزوز أشواط لصفر، 15-11 في 27 دقيقة و 16-14 في 31 دقيقة. إذا النقطة الخامسة يسجلها سليم المحرزي مباشرة إثر ضربة جزاء، و 6-7 فارق نقطة فقط. سليم المحرزي دائما في الإرسال لصالح مستقبل مرسى، الفارق نقطة فقط. عبد العزيز بن عبد الله يفك الإرسال لصالح النادي الرياضي صفاقسي. النادي الرياضي صفاقسي يستعد باش يقوم بنفس العملية اللي قام بها قبيلة، زوز تغييرات أو ثلاثة في نفس الوقت، بحيث مرسى والإرسال لروف شنوفي. ثمانية تو الآن، ثمانية فارق نقطة فقط. آدم النايلي تحسن، آدم النايلي من اللاعبين اللي حقيقة على امتداد الموسم هذا تحسن بكيفية غريبة في الموسم هذا، ولا من اللاعبين اللي فعلا يعتمد عليهم من النادي الرياضي الصفاقسي بطريقة بكيفية أساس بشكل أساسي، الشيء اللي ما كانش في الموسم الفارط مثلا. وقت مستقطع يطلب محمد صلاح بركية مدرب النادي الرياضي الصفاقسي. إذا كل فريق خذا إلى الآن وقت مستقطع، والنتيجة 9-9 في الشوط الثالث من دور النهائي لكأس تونس. 10-9 أول تفوق يحرز عليه مستقبل المرسى في بداية منذ بداية الشوط الثالث هذايا، اللي كانت فيه الأسبقية 5-0 لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. كرة البرة 11-9 نقطتين تفوق. إذا مستقبل مرسى يتقدم الآن بفارق نقطتين في الشوط الثالث. روف الشنوفي، جميلة من روف الشنوفي، غلط بها هشام بن عميرة، راوغ به جدار الصد. تغيير في النادي الرياضي الصفاقسي، عبد العزيز بن عبد الله، لا كرة تلمست يقول الحكم، عبد العزيز بن عبد الله يطلب استعادة مكانه، يدخل عبد العزيز بن عبد الله ويخرج ماهر كسكاس في المركز رقم 4. إذا جدار الصد نتاع النادي الرياضي الصفاقسي الآن متكامل، يرجع برجوع عبد العزيز بن عبد الله، فيه محمد صرصار، عبد العزيز بن عبد الله، وهشام بن عميرة، كرة لداخل يقول الحكم، كرة قوية لداخل يذلل بها النادي الرياضي الصفاقسي الفارق، حيث 10-12. ادم النايلي يرسل لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، لا استقبال ضايع من مستقبل مرسى، بطبيعة الحال استقبال ضايع، فكرة ما امكنش لمحمد الوزير باش يخدمها وضاعت. اذا وقت مستقطع ثاني يطلب مستقبل مرسى. 12-11 فارق نقطة فقط في الشوط الثالث. نذكركم أن النتيجة الآن النادي الرياضي صفاقسي شوطين مستقبل مرسى لا شيء. زوز أشواط اللي تحصل عليها النادي الرياضي صفاقسي فاز بها 15-11 في 27 دقيقة و 16-14 في 31 دقيقة. الآن الحوار مازال على أشد ما بيناتهم، والإرسال لصالح النادي الرياضي الصفاقسي عن طريق آدم النايلي.
يتنفذ الإرسال لروف الشنوفي وسليم المحرزي، الكرة داخل. إذن مستقبل مرسى يستعيد الإرسال اللي باش ينفذه محمد الوزير. غازي المهيري، محمد صرصار يفك الكرة وينفذ هو نفسه الإرسال. النتيجة دائما 11-12، فارق نقطة فقط. يتنفذ الإرسال، محمد الوزير يصنعها لسليم المحرزي، كرة البرة، كرة البرة. سليم المحرزي بس ينفذ الإرسال، هذا أمامنا سليم المحرزي. يتنفذ تغطية، ما زالت الكرة ملعوبة. محمد صرصار خلفية، وعبد العزيز بن عبد الله ينقذ الموقف، يحسم الموقف لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، يفك الإرسال هذية، والنتيجة دائما 11-12. هشام بن عميرة ينفذ الإرسال لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. محمد الوزير، لا، كرة ثانية يعديها. وشفنا أن مستقبل مرسى كل الكرات الثانية اللي يعدي فيها هذية ما أسعفوش الحظ فيها، كرة ماتت. هجمة قوية من روف الشنوفي، ما نجمش الدفاع الخلفي للنادي الرياضي الصفاقسي باش ياخذها. يتنفذ الإرسال، خالد كسكاس، عبد العزيز بن عبد الله، كورته ضايع لبرا. 13-11، مستقبل مرسى يلعب من اجل كورتين. اذا 13-11، وارسال مباشر يسجل مباشره. اذا حاتم التاجوري يسجل ضربة إرسال مباشرة. 14-11 كرة الشوط بالنسبة لمستقبل مرسى، فالشوط الثالث هذايا 14-11. النادي الرياضي الصفاقسي متفوق بشوطين لصفر، ومستقبل مرسى الآن يلعب من أجل كرة فقط للحصول على الشوط الثالث هذايا. كانت المناجاة وتحت له المناسبة مستقبل مرسى في الحقيقة. الكرة الثانية هذه اللي يردها محمد الوزير، كرة ثانية سهلة ما كانش من حقه باش يردها. إرسال يعود للنادي الرياضي الصفاقسي، عبد العزيز بن عبد الله. نلقاه في الخطوط الأمامية متاع النادي الرياضي الصفاقسي. جميلة، خوف شنوفي. إذا مستقبل المرسى في الظرف هذايا ما ينجمش يسجل النقطة الخامسة 15 أو يفك الشوط، فتكون مهمته صعيبة. علاش؟ لأن الخطوط الأمامي، الخط الأمامي نتاع النادي الرياضي الصفاقسي، نلقاو فيه خالد كسكاس ومحمد صرصار، غازل المهير، وانتهى فعلا كرة الشوط. حصل عليها مستقبل المرسى 15-11. هكا ذل المستقبل المرسى الفارق حصوله على الشوط الثالث هذايا. الشوط الثالث الحقيقة بحقيقة الأمر لعب فيه بذكاء، بذكاء كيما، ولكن الشيء اللي تغير بالنسبة لمستقبل مرسى هو لعب في ظروف نفسية غير الظروف اللي بدأ بها المباراة، لأنه